هذا السائل الحبيب يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ما رأيكم فضيلة الشيخ يقول في العلاج من السحر؟ كيفية العلاج؟ هل هو بالرقية الشرعية؟ وكيف يرقى المسلم نفسه بذلك؟ نعم، العلاج يكون بأمره، بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة التي جعلها الله دواء، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل كما في الحديث. والرقية الشرعية تكون بالآيات القرآنية، وتكون بالأحاديث النبوية، تكون بالأدعية المشروعة، وأيضا تكون بالأدوية المعروفة التي ليس فيها سحر وليس فيها محرم. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم.